سيلتا فيغو ليفنتي الدور الاسباني الدرجه الاولى الجوله ال25 ويش عندنا كيف سيلتا فيغو وين سجل الهدف الاول يعني في الشوط الثاني بعد ما انتهى الشوط الاول 0-0 شان الشوط الثاني فارناكو الذي سجل الهدف الدقيقه 87 روجي مارتي الذي سجل هدف التعادل لصالح ليفنتي في الدقيقه 82 يعني وين كانت مباراه كانت شيقه يعني وين في اخر جوله ال25 يعني وين كانت مباراه في القمه مباراه اللي جانا كيفاش نقولوا باللي وين سيلتا فيغو وين كان مسيطر في المباراه 62% نسبه استحواذ 38% ليفنتي 225 يعني التمريرة ليفانتي 476 تمريرة شأن إدواردو جيرمان المدرب تاع سيلتا فيغو اللي دخل بخطة 4-1-2-3 ليتشي اللي دخل بخطة 5-3-2 يعني لصالح ليفانتي وين كانت المباراة نقولوا باللي وين الحراس وين لعبوا دور كبير في هذه النتيجة يعني ماتيس في الحراسة تاع سيلتا فيغو مالو شأن جوزيف شأن خافي مارتينيز عندنا فاران دينيس فارناكو سانتي يعني وين نقولوا باللي ليفانتي يعني شأن كيفاش وين سون مارتين اوسكار روبرتو يعني لويس غارسيا خوسي لويس دانييل يعني وين دخول يعني مايكل شأن روجي مارتين اللي دخل في الدقيقه 62 وعدل النتيجه في الدقيقه 82 يعني كانت مباراه نقولوا مباراه اللي كانت تلعبت يعني تكتيكيه ما بين مدربين مباراه كانت تكتيكيه ما بين مدربين كل مدرب يعني وجدنا التغييرات اللي كانت يعني التغييرات اللي كانت في صالح في جوج انديه كانت في صالحهم يعني وين نبدو من الريتم تاع المباراه في الشوط الثاني هذه هي الجوله 25 سيلتا فيغو ليفانتي الدور الاسباني الدرجه الاولى